وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح السيد خالد الملك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية أهمية التضامن والتعاون العربي من خلال أجهزة جامعة الدول العربية في تحقيق الأهداف العربية المنشودة، ودور مملكة البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك عبر تواجدها اللامحدود والمكثف في جميع محافل جامعة الدول العربية لكل ما فيه مصلحة ونماء الدول العربية. القمة العربية التي سوف تعقد في البحرين هي بالتأكيد قمة مهمة وتاريخية ومفصلية، ولدينا الكثير من القضايا والتحديات التي ستكون ضمن الملفات التي ستناقش وتقر في قمة البحرين العربية. يعني هذه هي القمة الأولى، القمة العربية الأولى التي تعقد في مملكة البحرين. البحرين طبعا لها علاقات جيدة مع جميع الدول ومميزة، وتستطيع طبعا أن توظف علاقاتها هذه في تسهيل كثير من الملفات التي ربما تتوقف بعض الدول عندها، وأيضا الاهتمام الكبير والتحضير الجيد الذي بدأت فيه مبكرا مملكة البحرين لعقد هذه القمة سوف يسهل أيضا من مرونة التعامل مع الملفات والوصول إلى اتفاق بين جميع قادة الدول العربية.